السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو، هذا اللي هو فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نديرو واحد الفيديو وغادي نديرو عليه تيت رياكسيون، كيفاش تخليو لافونس. الوغ لافونس الاخوان في الرماية سام تي بو ما ساهلاش، صعيب. الاخوان كاع اللي تيعرفوا يحسبوا لافونس ويعرفوا يديروا ان بون سوينغ مع التراجيكتوار ديال البلاطو، دائما هما اللي تيجيو الاول. اللي صعيب هو انك تاناليزي البلاطو، تعرف لا فيتاس باش كيمشي وتخلي لافونس. يعني الاخوان ملي كنهضروا على لافونس ديال البلاطو، كنهضروا على لافونس ديال البلاطو مع المسافه اللي بين كنتو بين البلاطو، يعني سوينغ لا فيتاس باش كيخرج، التراجيكتوار ديال البلاطو، وشحال خصك تخلص، شحال خصك تخلي في لافونس. الوغ لافونس ميمكنش تحسبها ولا دير لها ان كالكول الا ما عندكش لو روبير. كما قلنا تقدر تشوف واحد البلاطو من بين جوج شجرات ولا حجله دايزين، المهم بين جوج شجرات عندك الغوبير، تقدر تحسب لافونس اللي خصك تضرب. كتقول البلاطو اون فوا تيدوز من هاد الشجره غادي نضرب، غادي يجي قد قد مع لا كارتوش. كاين شي بعض المرات في الحفر، مثلا في الحفر الا ما عندكش الغوبير ولا ما عندك حتى شي حاجه قدام كيفاش تضرب البلاطو، يعني انت عينك ميزانك في لافونس، يعني خصك شنو الممارسه، تدرب على داك البلاطو وتعاود تدرب عليه وتعاود تدرب عليه. بلا ما نطولوا في الموضوع الاخوان، نشوفوا هذا الفيديو هذا ونعاودوا نرجعوا لهاد الهضره هادي ديال لافونس. كما كتشوفوا الاخوان جبت لكم واحد الفيديو ديال لافونس، ونشوفوا لي بلاطو اللي كيضربوهم كيفاش دايرين. اول بلاطو غادي نشوفوا الاخوان، سواء الناس اللي كيديروا السكيت، سواء الناس اللي كيديروا الباركور دو شاس ولا فورس، غادي نروح للجميع ديال هذاك لو بوين روج اللي كتشوف ديك النقطه الحمراء، هو الكانون باش تجيكم ساهل. هذا البلاطو ده تقريبا كتضربوا فاس، الاخوان اللي كيدوز البلاطو فوق منهم في الباركور دو شاس كيتضرب تقريبا فاس. هذا البلاطو كيكون في السكيت، كيمشي على اليمين لليسار، الاغلبيه كتمشي معاه، كتحاول تمشي معاه في نفس فيتاس وكتخلي واحد لافونس وكتضرب. يعني لافونس اللي خلى في هذا البلاطو ماشي شي حاجه كبيره، خلى قدك تقريبا، حيت البلاطو ما بعيدش بزاف عليه. قد ما كان البلاطو بعيد قد ما كنحاولوا نخليو لافونس بزاف على حسب لا فيتاس ديال البلاطو. غتشوف الاخوان هذا البلاطو ديال اللي تشوفوه عاوتاني جاي فوق من راسنا كيضربوا فاس. كاين البلاطو اللي تيجي فوق منك كيمشي قدامك تقريبا كتضرب فيه فاس. اللي كيجي البلاطو مع اليسار هذا سان دوبلي جي على اليسار اليمين، اوبليجي تخلي واحد المسافه بينك وبين البلاطو. كما قلت لك هادشي خصك تعود عليه وتدرب عليه. هانتوما الاخوان كما كتشوفوا هاد البلاطو مثلا، فوالا هذا جاي شويه من اليسار غادي شويه لليمين، لافونس اللي خلات تقريبا قد هكا. يعني شنو خصك البلاطو كتمشي معاه، كدير تقريبا لافونس متنو كما شرحت هذاك الطرس ديالي، كتمشي معاه وكدوبلو وكتعطي لافونس ديالو. مثلا هذا اكوش دغوات تقريبا شويه بعيد هاد البلاطو هذا، شوف شحال دخلت له لافونس، فوالا تقريبا خلا 1 متر، تقريبا 1 متر بينو وبين البلاطو. يعني لافونس شي حاجه اللي هي مهمه لابد تهرس البلاطو. كاين بعض الاخوان المساكين اللي ما تيعرفوش هاد القضيه هادي. هانتوما الاخوان، هذا خرج شويه من اليسار غادي شويه لليمين، فوالا ان دوبلي بحال اللي تيسكيت. هذا غادي يضربو شويه لتحت كما شفتو الاخوان، حيت هذاك لو تراجيكتوار ديال البلاطو كمل تقريبا داك التراجيكتوار ديالو، غادي يبدا يهبط. يعني ضربوا البلاطو هنايا وهو ضرب هنايا باش يلا يجي مع الكارتوش هي هي. هنا هذا البلاطو اللي غادي نشوفو كما شفتو تبي كيمشي معاه واحد المسافه عاد كيضرب، يتسنى كما تشوفوا تشوفوا في هذه اللقطه هذه غادي تكون واضحه انتم البلاطو كيفاش كيمشي مع واحد 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 المسافه، كيشوف كيحسب لا ديستونس اللي بينو وبينه، يعني كيخلي واحد المسافه كيشوف الضربه تكون ستابل عاد كيضرب. هذا تقريبا انا راه مشى قبل من البلاطو، شوفوا تقريبا في نفس لاوتور زعما في نفس ورا، يعني كان في النيفو ديال البلاطو تقريبا افونسا وضرب. يعني ميمكنش تهرس واحد البلاطو الا ما كنتيش معاه في نفس النيفو والدوبلو والضرب. ملي كيكون الدوبلو الضرب هذا اللي شفتو داير هذا الفيديو هذا الاخوان، راه ديجا ايبولي. ها انتما شوفوا في الغارونتي راه ديجا هو مايبولي باش ميزعزعش الكاميرا ديال الشوت كام، حيت صعيب انك تصور بالشوت كام بلا ما تكون ايبولي. يعني كيكون داك الفيديو كيكون شويه فيه بزاف
ديال التحراك وتيبوجيو في التصوير ما غاديش يكون مزيان، حيت صعيب انك باش تصور بالشوت كام وتشرح واحد الموضوع بحال هذا. بالغالونتي الاخوان ملي كتشوف البلاطو جاي كتحاول تمشي معاه في نفس النيفو، تخلي لافونس والضرب، يعني السوينغ ديالك خص يكون ستاد. ملي كنقول نفس النيفو راه ما خاصش الكانون بيتحرك بحال هكا ولا كتحرك في الجهه كلها، انت شوف في نفس النيفو باك تضرب، يعني لو سوينغ خص يكون ستابل. الا ما كانش سوينغ ستابل راه ما كاين والو. انت شوف هاد الدوبلي هذا هو مشى جوج، شوف شحال خلانا ديال المسافه بينه وبين البلاطو. الا ما كانش لو سوينغ الاخوان ستابل انه يمشي يكون فلاني الوحده خط واحد، الضربه ديالك ما غاديش تكون هي هيك. انتما مثلا شوف البلاطو فاش كي فين تيتسنى هو، وشوف كيمشي في تقريبا بنفس الفيتاس ما بين النقطه الحمراء والبلاطو نفس الفيتاس. هنا عينك ميزانك، حيت باش تهرس هاد البلاطو هذا في الاول ضروري تزقلو، ثانية تزقلو، تخلي شويه د لافونس، تخلي 20 سنتيمتر 30 سنتيمتر 40 50، حتى كطيح حتى كطيح ليه في النقطه اللي خصك تضرب باش تهرس البلاطو. مازال هو عنده الغابه هنا، عنده الشجر، صافي راه كاين شي لوبير. هذا خار شويه ليجيرمون دغوات غادي ليسر، يعني ما خلاش واحد المسافه بحال هكا كيمشي قدامك، مي غادي شويه ليجيرمون ليسر، غادي شويه على ليسر، يعني كتخلي واحد المسافه شويه ديال لافونس تقريبا. راه بحال قلتي غادي فاس، مي هو غادي شويه ليسر. هاد البلاطوات كيكونوا في لافوس بزاف، في لافوس ملي كيكون البلاطو غادي شويه على ليسر، انتما شوفوا بالغونتي الاخوان كيكون شويه غادي ليسر، الاخوان كيتحبوا راه غادي فاس، كيضرب موراه والبلاطو راه غادي كيزقلو، ما كيعرفش اشنو تيدير. هانتوما الاخوان هاد البلاطو هذا مشى معاه في لافونس، فوالا كيما قلت لكم اللي من غادي يشوف اليسار تخلى واحد المسافه قد هكا وضرب. هذا اللي من اليسار، اليسار اللي من عفوا، ديما لافونس راه جد مهمه لا في الصيده ولا في البلاطو، يعني ما كتخليش لافونس صعيب انك باش تهرس البلاطو. هنا راه ديجا هو مايبولي باش تفهموا الاخوان، راه ما تيديرش سكيت سكيت، راه كيمشي ايبولي باش يصور لكم هاد الفيديو هذا. فوالا هو غادي على صغير، يعني البلاطو جاي فوالا اخوان البلاطو كيفاش خا هدا ضربو فاس، يعني البلاطو تقريبا جاي ليجيرمون من ملي من غادي شوية على اليسار. هانتوما الاخوان البلاطو هذا اللي جاي تا هو فوالا ضربو فاس، فوالا البلاطو هذا تقريبا ممكن تضربو فاس. هذا اللي يجي من كوش دغوات ضروري تخلي لافونس قد هكا. البلاطوات اللي كيمشيو فاس راه كيضربو فاس الاخوان، صوف المشكل اللي تيزقلوهم فاس عندك المشكل في لابونت، لابونت هي كتلعب الدور، هي في لابونت خصك ضروري تكون دغوا، الا ما كانتش لابونت هي هذيك وتفرشت واش كيضرب 60 40 ولا 70 40 30 ما تعرفش شنو كدير. هاد البلاطوات سكيت مي قراب شويه كتشوف لافونس صغير شويه د لافونس، لافونس ما ماشي شي حاجه كثيره. هذا عاوتاني قريب شويه البلاطو، هذا قريب تقريبا غادي يضربو، تقريبا غادي يخلي واحد شويه ديال لافونس تقريبا فاس، مي خصك تخلي واحد شويه لي جامون دافونس. ها انتما كتشوفوا الاخوان واحد 10 سنتيمتر في الفيديو، تقريبا 10 سنتيمتر بلاطوات قراب، يعني لافونس كيكون شويه قريب. عاوتاني قرب حدا الماشينه ولا حدا الماشينه ديال البلاطو، هانتوما شوفوا شحال يخلص، شحال يخلي تقريبا خلى واحد شويه وضرب. ملي كتقرب حدا لا ماشين تقريبا البلاطو كيدوز فوق منك اخوان، البلاطو كيدوز فوق منك ما كتخليش بزاف ديال لافونس الاخوان. توكو باش نشرحوا شويه الدرس هذا، لافونس جد مهم في البلاطو، ما كتعرفش عليه المره الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه مع الممارسه والتدريب. قد ما قربتي البلاطو قد ما كتخلي شويه ديال لافونس، قد ما بعتي كتخلي بلوس ديال لافونس على حساب لا فيتاس ديال البلاطو والمسافه فين كاين نتايا وفين كاين البلاطو، سي لوجيك. قد ما بعتي لافونس كيكون شويه كبير، قد ما قربتي لافونس كيكون شويه قصير. كاين شي بلاطوات اللي كضربهم فاس، سواء اللي كيمشيو قدامك سواء اللي كيمشيو من موراك، الا كنتي كتزقل البلاطوات اللي قدامك يعني عندك مشكل في لابونت ما مقداش لي سوينغ مثلا اللي كيمشي على اليمين اليسار اليسار على اليمين، يعني عندك لا كونفورميتي المطابقه في الكروس ماشي هي هذيك، كضرب مرات قياس مرات تزقال وكتخلي نفس لافونس، يعني لا بوزيسيون ديالك خصك تدرب عليها. الاخوان درنا هذا الفيديو دابا باش نشرحوا شويه لافونس، وتشوفوا معايا هذا الفيديو هذا كيفاش كتخليوا لافونس في لي بلاطو. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا، وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.